متواصلون معكم مشاهدينا في هذه الفترة. بعد قليل نحن بانتظار مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأردني الأستاذ أيمن معالي الأستاذ أيمن الصفدي، وأيضا وزير الخارجية الأمريكي والمصري. هذا المؤتمر طبعا هنالك أيضا عدد من الدول لوزراء الخارجية لعدد من الدول العربية. يحتضن الأردن هذا طبعا اللقاء للتشاور في موضوع إمكانية وقف إطلاق النار وأيضا والحرب في غزة، وأيضا عدد من الأمور فيما يتعلق بالبعد الإنساني وحقوق الإنسان وانتهاكها على أرض غزة. أيضا اسمحونا أن نرحب داخل الاستوديو بالدكتور عبد الحكيم الجرالي، وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور. أهلا دكتورة، مساء الخير ومساء الخير لجميع المشاهدين. ماذا يعني أن يكون الأردن هو الحاضن، ولماذا تم الأردن كمكان لعقد وزراء مؤتمر وزراء الخارجية العرب وأيضا زيارة بلينكين؟ تفضل. يعني بالتأكيد أهمية ذلك. يعني بالتأكيد دكتورة، هذا يعني المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الأردن وتتمتع بها الدبلوماسية الأردنية. بالتأكيد يعني دائما الأردن كان محج يعني في كثير للمؤتمرات السياسية والدبلوماسية التي تسعى بطريقة أو بأخرى لحل الكثير من النزاعات. يعني الأردن هو صوت العقل والحكمة، ودائما لطالما الأردن لديه رؤية استشرافية بقيادة جلالة الملك دائما يستبق الأمور، دائما ربما يتقدم خطوات بنظرة استشرافية ضمن إطار يملك حلول لتجاوز جميع التحديات، وعلى رأسها بالتأكيد المسألة المرتبطة بالقضية الفلسطينية. ومعروف أنها ثابت راسخ في السياسة الخارجية الأردنية، والأردن بقيادة جلالة الملك هو المدافع الأول والرئيس عن هذه القضية. فبالتالي هذا يأتي في إطار الجهود التي المستمرة والدؤوبة والتي لن تتوقف في إطار الوصول إلى وقف مباشر وفوري للعدوان على غزة. نعم دكتور عبد الحكيم، الآن ما اتسمت به السياسة أو الدبلوماسية الأردنية أصلا منذ القدم، وهي معروفة بقيادة جلالة الملك بأنها تخاطب العقل ودبلوماسية متزنة وتتسم بالحكمة والاتزان، ولذلك يعني فرضت الدبلوماسية الأردنية ثقلها على العالم أجمع بالصوت الدبلوماسي المتزن. لكن في طوفان الأقصى اتسم الخطاب الدبلوماسي الأردني بالتدرج، وأنت يعني تعلم في هذا الموضوع أنه كيف بدأ جلالة الملك فورا منذ انطلاق طوفان الأقصى بالجولات الأوروبية للدول الداعمة، ومن ثم ذهب إلى مجلس الأمن، ذهبنا للأمم المتحدة والقرار الأممي والإجماع عليه، ومن ثم الأردن ذهب إلى موضوع استدعاء السفير الأردني في دولة الاحتلال. تدرج مدروس وواضح وذكي جدا. نتحدث عن يعني التدرج أيضا وأهميته، لماذا اتبع الأردن هذا التدرج؟ يعني بالتأكيد الدبلوماسية الأردنية دبلوماسية فاعلة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي، ولذلك هي تتسم بالحرفية والدقة والتنظيم، ليست عشوائية. فلذلك نجد أن الخطوات الدبلوماسية منذ بدء طوفان الأقصى، الحراك اللي قاده جلالة الملك تبيان الصورة الحقيقية ومخاطبة الغرب وجولة الأوروبية، حتى في اتصالاته الهاتفية، حتى في دبلوماسية القمة ودبلوماسية المؤتمرات، خلال لقائه العديد من الرؤساء والقادة وصناع القرار في الدول الغربية وفي الجانب الأمريكي، وهم يعني الأطراف الرئيسية في هذا الصراع، لأنهم يقدمون الدعم الكامل لدولة الاحتلال. بالتأكيد تدرج ضمن خطوات مدروسة وصولا لتحقيق الغاية الأسمى والهدف الرئيس، وهو إيقاف العدوان. بالتأكيد الأردن يعني حتى يعني خطاب جلالة الملك كان حاسم وواضح في قمة القاهرة، تصريحات المسؤولين الأردنيين، يعني الأردن يستشعر الخطر دائما بما أي خطر يمس القضية الفلسطينية. فلذلك لديه خبرة ويعني دبلوماسية محنكة عميقة استشرافية ذات رؤية مستقبلية، تعرف أين الخلل أين الخطر، تنبه دائما على المخاطر. وهذا يمكن وجدناه في خطاب جلالة الملك في قمة القاهرة دكتورة، يعني كثير من المفاصل المهمة التي أوردها، وبالتالي كانت رسائل حاسمة للمجتمع طبعاً. الدولي أنه حتى توقف أو إيقاف هذا العدوان لن ينهي القضية الفلسطينية. حتى جلالة الملك في المنابر الدولية وقبيل أشهر في الجمعية العامة كذلك انتهج الدبلوماسية الوقائية لأنه ينبه دائما أن هذه الأمور أو هذا العنف لا يزيد
المنطقة إلا عنف، وبالتالي له ارتدادات على أمن المنطقة وعلى السلم والأمن والأمن الدوليين. فلذلك يعني الدبلوماسية الأردنية كان آخرها يعني بدأت بالتدرج والتصعيد عندما لم تجد يعني أي ربما من الكيان الإسرائيلي لا يأبه بأي شيء، حتى في السياق القانوني والسياق عبر المنظمة الأممية لم نستطع إصدار يعني عطل المجلس الأمن بكل واقعية. فبالتالي التجأ الأردن بقيادة الدبلوماسية العربية وتبنى قرار وتم تبنيه من قبل الجمعية العامة 120 صوت، وهذا يمثل الإرادة الدولية، يمثل الشرعية الدولية، الضمير الدولي. لذلك كان انتصار ومكسب سياسي ودبلوماسي كبير. كم يعني هذا القرار الأممي اللي أخذناه بالإجماع بقيادة الأردن كان هو حصيلة للدبلوماسية، يعني انتزاعه كان حصيلة للدبلوماسية الأردنية القوية. الآن كم هذا أثر على يعني أرهق الفكر العسكري الإسرائيلي والأمريكي؟ ليس من السهل أن يكون هنالك إجماع أممي بأنه يوافق على ما طرحه الأردن من وقف إطلاق النار وفيما يتعلق بالأبعاد الإنسانية والمعونات والممرات وما إلى ذلك. يعني بالتأكيد ستي هو صح ليس له فرض قانوني. نعم صحيح، لكن هو غير ملزم، يجب أن نتفق من باب التوضيح، غير ملزم، ولكن تستطيع أن تلتقط الأثر من خلال ردة الفعل الكيان الصهيوني والأطراف الغربية والأمريكية. يعني غضب عارم وشديد لقاء اتخاذ هذا القرار أو تبنيه من قبل الجمعية العامة. يعني الأردن عندما يعني لم يجد، أو بقيادة الدبلوماسية العربية وكذلك في جهود عربية مشتركة، عندما وجدوا أن مجلس الأمن لا يمكن بأي حال من الأحوال بوجود الفيتو الأمريكي أن يتخذ قرار، اتخذوا الخطوة البديلة أو بلان بي، فذهبوا إلى الجمعية. وبالتالي كان انتصار يعني سياسي مضفر إنجاز التعبير، وبالتالي يعني هذا كان وقعه على الكيان الصهيوني وعلى الأطراف الغربية، أنه كيف استطاع الأردن بقيادة هذا الحراك والمعركة الدبلوماسية داخل أروقة أكبر تجمع أممي. نعم. صحيح هو غير ملزم، ولكنه يخاطب الضمير ويعبر عن الإرادة الدولية. نعم. عندما نتحدث عن الجمعية العامة، وهي يمكن نسميها في علم السياسة ربما أقرب إلى الأغلبية الموصوفة، أغلبية متميزة. نعم. 120. نعم. حتى يعني في لذلك هذا كان أصلا الرقم مش سهل دكتور. نعم. صح. ونتاجاته للأمانة وبكل موضوعية يمكن شهادتنا مجروحة، الدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك كان لها دور كبير، لأنها خاطبت الرأي العام العالمي والدولي والأمريكي. لذلك حتى الحركات الشعبية الموجودة في دوار في دول صنع القرار الكبرى، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، حتى فرنسا صوتت لصالح هذا القرار. فلذلك هذا تغير جذري في الخطاب السياسي وحتى الخطاب الشعبي في الدول الغربية والداعمة طبعا على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. سيدي الكريم، يعني وكأن العالم من ينظر الآن إلى التحركات الإقليمية العربية وكأنها الآن تحتذي بموقف الأردن وبخطوات الأردن الدبلوماسية وبما يوجهه جلالة الملك للعالم أجمع. على سبيل المثال، الأردن كان المبادر فيما يتعلق من الدول الإقليمية والعربية باستدعاء السفير في دولة الاحتلال. كانت بعدها جولة لجلالة الملك أو متزامنة معها للجولة الخليجية، جاءت البحرين وأخذت الأردن نموذجا، وهذا الموقف يقدر للشقيقة البحرين أيضا، وأخذت خطوات الأردن في استدعاء أيضا سفيرها في دولة الاحتلال. اليوم نشاهد تجمع لوزراء خارجية عرب لدينا في الأردن، ماذا يعني ذلك؟ هل هنالك بدأ الموقف العربي يحتذي بما ينادي به الأردن؟ يعني بكل موضوعية دكتورة، يعني الدبلوماسية الأردنية مثلت دور القائد يعني بكل تجرد، لأنها قادت هذا الحراك الدبلوماسي العربي. فبالتالي تماهى الحراك الدبلوماسي العربي مع الدبلوماسية الأردنية. نحن تحدثنا قبل قليل أن الأردن دائما وسياسته وسياسة الاعتدال وصوت الحكمة والعقل والسلام والمكانة الكبيرة التي يحظى بها جلالة الملك والثقة لدى دوائر صنع القرار، يعني دائما الأردن متقدم خطوات فعلية، يعني بالفعل لا بالقول، يعني بكل موضوعية. فلذلك يعني حذو الدبلوماسية الأردنية، وكانت فعلا بدور القائد الذي يقود على كافة الصعد، سواء بالحراك بدبلوماسية القمة، استضافة الكثير من الساسة والمسؤولين في من كبرى الدول وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية، مخاطبة كل شعوب العالم ودولها. فالأردن كان يعني الدبلوماسية الأردنية دبلوماسية قائدة قامت بحرفية، وبالتالي كانت ناجعة وفاعلة، أتت أكلها يعني على أرض الواقع النتاجات كبيرة وكثيرة.
كل ذلك يعني كان في ظل التدرج والتنظيم والعمل المؤسسي لهذه الدبلوماسية المحنكة بقيادة جلالة الملك. نعم، الآن جلالة الملك قال وركز على مفاصل هامة جدا وثابتة، وهي تعتبر أيضا خطوط حمراء بالنسبة للأردن في موضوع تصفية القضية الفلسطينية، وقال جلالة الملك لا لتصفية القضية الفلسطينية وأكد عليها في مؤتمر القاهرة للسلام. الآن اليوم جلالة الملك التقى بوزراء الخارجية العرب وقال لا أخرى، وهي لا لتجزئة القضية الفلسطينية. كنا بلا لتصفية القضية الفلسطينية، الآن لا لتجزئة القضية الفلسطينية، وكأنه مدرك أيضا، وأشكرك على مصطلح الدبلوماسية الاستباقية، بأنه مدرك الآن إسرائيل بماذا تفكر. كنا نظن بأنه الضفة الغربية وقطاع غزة وكأنها مفصولة. الآن نادى اليوم جلالة الملك في لقاء مع وزراء الخارجية العرب وقال لا لتجزئة القضية الفلسطينية. أبعد ذلك، ماذا يريد؟ ما هي الأفكار الاستباقية والفكر الاستباقي عند جلالة الملك؟ يعني ستي، هذا لم يكن وليد اللحظة أو الصدفة، لأن جلالة الملك هو الأكثر انغماسا في القضية الفلسطينية، الأكثر اشتباكا فيها، بالتالي يعرف كل كبيرة وصغيرة. نعم. ويستشرف المستقبل ويستشعر أي خطر يتهدد القضية برمتها وإنهائها. فلذلك ليس يعني دائما كان جلالة الملك في على كل منبر أممي أو إقليمي يعيد التأكيد على أهمية ومركزية القضية الفلسطينية. في كثير من الأحداث الموجودة في الإقليم وفي المنطقة وحتى على مستوى العالم، بالتأكيد صرفت النظر عن القضية المركزية، القضية الفلسطينية وأهميتها. فلذلك جلالة الملك كان يتعمد ويتقصد إعادة التأكيد وإعادة التأكيد على محورية هذه القضية. فبالتالي الأكثر انغماسا والأكثر اشتباكا والأكثر دراية بها، فبالتالي يستشعر أي خطر. لطالما جلالة الملك دائما له رؤية استشرافية تستشرف المستقبل من جهة الإيجابي أو السلب، دائما تملك حلول حتى في جهة المخاطر. يعني تحدثنا يمكن ربما في قبيل سنوات في إدارة أمريكية سابقة كانوا يتحدثون عن تصفية للقضية وما تسمى بصفقة القرن، تنبه لها جلالة الملك وقاد حراك دبلوماسي وأفشل هذا المخطط. حتى في هذه الأزمة ما قبل الأزمة كان دائما يسلط الضوء، يقول ويؤكد أنه لا بد من أفق سياسي وإعادة إحياء عملية السلام والعودة إلى طاولة المفاوضات وعلى أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني. فلذلك حتى اليوم تجزئة القضية يعني تصفيتها طبعا. فبالتالي هذا يعني هي خطوة استباقية من قبل الكيان لتصفيتها. حتى مسألة دكتورة التهجير القسري أو التهديدات الإسرائيلية، هذه هي خطوة أولى استباقية لتصفية وإنهاء القضية كاملة. جلالة الملك لأنه متابع وحثيث، وأنت تعرف يعني بالنسبة هو حامل لواء الدفاع عنها، لم ينقطع وعلى الدوام، وسيبقى الداعم والسند الوحيد دائما طبعا للقضية الفلسطينية. دكتور، الآن قضية التهجير وأنت يعني مريت عليها وذكرتني بهذا المحور، ولا أعلم مدى يعني استبصار العالم بهذا الموضوع. الآن في بداية طوفان الأقصى كان واضح أن الهدف من هذا الهمجية والوحشية الإسرائيلية هي لتصفية الناس على أرض غزة وقضية التهجير. الآن كان واضح التهجير كان ماخذ الحيز الأول من هذا التصرف العسكري الإسرائيلي. الآن ويبدو أن موضوع التهجير بات يعني ليس من يأخذ هذا البعد الإعلامي الكبير أو الخطاب الإعلامي الإسرائيلي. ما رأيك في هذا الموضوع؟ يعني هذا يمكن على أكثر من صعيد، ربما هي تهديدات والبعض يتحدث أنها مخططات قديمة منذ عشرات السنوات، لكن تم يعني إعادة الحديث عن هذه التهديدات خلال بدء عملية طوفان الأقصى. بالتأكيد يمكن هنا أركز وأسلط الضوء أن الرد الفعل الواضح والجازم الأردني وكذلك من الأشقاء في مصر أنه خط أحمر، وربما يعني بمثابة إعلان حرب تهجير، هذا يعني تصفية للقضية وتصفية على حساب الأشقاء العرب. فكان حازما وجازما الأردن بقيادة جلالة الملك وتصريحات كل المسؤولين أنه ربما هذا الأمر يعني هي تهديدات تلويح باستخدام القوة، ربما نسميها في علم السياسة والعلاقات الدولية. فلذلك يمكن هي اختبار ربما أو بالون اختبار، لكن ردة الفعل الواضحة والجادة والقاسية من قبل الأردن ومصر ربما خففت من وطأة هذا، أو ربما إعادة إطلاق هذه التهديدات من الكيان الصهيوني. فلذلك
في الإطار القانوني كذلك هي محرمة ومجرمة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. فلذلك كان يعني ربما الموقف الحازم للدولة الأردنية بكل مكوناتها وبقيادة جلالة الملك والدبلوماسية يعني أوقفت هذا الهراء أو هذه التهديدات التي لا تمت للواقع بصلة. هم يعني يمكن يطمحوا في المستقبل ويريدوا كما ذكرت قبل قليل لتصفية القضية، ولكن الرد الأردني كان واضحا وجازما لا لبس فيه. دكتور، تعرف من يفكك الخطاب السياسي لجلالة الملك في خطابه في القاهرة؟ قال نحن سنبقى الداعمون للقضية الفلسطينية مهما كلفنا الأمر، وقال وتبعها مباشرة على فكرة دكتور إنه وسنبقى الداعمون للسلطة الفلسطينية. ما أبعد هذا الخطاب؟ ماذا أراد أن يرسل جلالة الملك من رسالة عندما قال الداعمون للسلطة الفلسطينية؟ هل هو تأكيد على أن فلسطين هي دولة؟ يعني بالتأكيد دكتورة خطاب الملك أريد أن أعيد التركيز أو تسليط الضوء عليه بجمل، يعني عبارة عن يعني إذا ما يعني نوصفه ومرافعة قانونية يعني جريئة وقوية وأرسلت برسائل كثيرة. كان يحوي هذا الخطاب مفاصل جدا مهمة وجوهرية، وفي ذات الوقت تحمل حلولا ليس فقط يعني هو وصف للحالة، يعني عبارة عن قراءة معمقة وتحليل قوي للأحداث، لأن الملك مطلع على كل التفاصيل. فلذلك بطريقة أخرى يعني كان أصداؤه قوية في المجتمع الدولي وحتى لكل الأطراف على رأس الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نجد أن نتاجات هذا الخطاب القوي بدأنا يعني والمكتسبات نلمسها يوما بعد يوم. هذا في هذا الإطار. في إطار ما تحدثت به ومحور تساؤلك، أكيد السلطة الوطنية الفلسطينية وفق اتفاقيات السلام نحن نتحدث عن حكم ذاتي، والسلطة الوطنية هي الممثل الشرعي والوحيد للأشقاء الفلسطينيين، وبالتالي يعني في إطار ربما إحياء عملية السلام والعودة للمفاوضات، فهذا طرف رسمي، والأردن دائما خلف الشقيق الفلسطيني يقدم كل المساعدات سواء على، وهذا ما وجدناه في طوفان الأقصى، صعيد سياسي منقطع النظير ولا محدود، وعلى الصعيد الإنساني كذلك. ولم يكن وليد اللحظة أو الصدفة أو هذه الحادثة، هذا منذ سنوات نتحدث مثلا عن المستشفى العسكري برغم كل الأحداث الميدانية الصعبة ويعني قديش تعرضوا لمخاطر، ولكن باقي وسيبقى يقدم العون الإنساني والطبي للأشقاء والقوافل المساعدات، حتى يعني ودائما في هذا الإطار شعبيا ورسميا في توافق تام وتطابق تام بين الموقفين الرسمي والشعب الأردني، لأنه هنالك يعني يجب أن يعرف الجميع هنالك علاقة بنيوية وعضوية، هنالك أبعاد وقواسم مشتركة ديموغرافية جغرافية بين الأردنيين والفلسطينيين. فلذلك دائما هم الأكثر التصاقا والأكثر دفاعا والأكثر ألما على ما يجري للأشقاء الفلسطينيين. والجميل في الصورة بأن الخطاب السياسي هذا المتناغم مع الخطاب الشعبي قوي جدا، عندما نرى بأنه جلالة الملك وجلالة الملكة في خطابها ولقائها مع السي أن أن، والخطاب الشعبي الأردني على فكرة كله في تناغم وتمازج واتفاق على الخطوط الحمراء اللي وضعها جلالة الملك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. سيد الكريم، الآن يعني البعد الإنساني وكأنه الهم الشاغل أيضا لجلالة الملك، الآن يفكر في هؤلاء الأبرياء من أهل غزة، من الأطفال، من النساء، من كبار السن اللي مش موجود عندهم أدنى مقومات الحياة، لا ماء لا كهرباء لا طعام لا غذاء لا دواء. الآن كم هذا البعد الإنساني كان فعلا في خطاب سيدنا في القاهرة وفي كل جولاته الأوروبية، كان البعد على المساعدات الإنسانية وفتح المعابر حتى أنه توصل هذه المساعدات. يعني هذه الالتقاطة من قبل جلالة الملك والذي قاد الدبلوماسية الأردنية هو يعرف ما يجري، كل ما يجري على أرض غزة يجب أن نتفق جميعا هو جرائم حرب وجرائم إبادة، يعني خصوصا قطع الماء الغذاء يعني كل متطلبات الحياة الأساسية. فبالتالي ازدادت الأمور سوءا، وبالتالي يعني أصبحنا أمام كارثة إنسانية. ليس لذلك منذ اليوم الأول كان جلالة الملك ينبه في كل خطاباته وركز كذلك حتى في خطاب القاهرة، ولا زال يعني عنده دائما خطوة استباقية. جلالة الملك عنده فكر عميق واستشرافي عندما تحدث وقال ضرورة ديمومة انسياب
المساعدات الغذائية. نحن لا نريد أن تأتي يعني ربما بالحد الأدنى والقليل وتتوقف، وهذا ما حدث، وهذا ما نبه حدث له مسبقا وحدث. لذلك هو يعلم، هو يعلم كيف يفكرون، يعني هذا الذكاء اللي موجود عند جلالة الملك، لأنه عارف الفكر الإسرائيلي والفكر الأمريكي كيف يفكر في هذا في وضع بالضبط المساعدات الإنسانية. بالضبط، لأنه الكيان الصهيوني يتخذها ورقة ضغط على حركة المقاومة وعلى المدنيين، فبالتالي ورقة ضغط حربية، ولا يجوز يعني، يمكن هذا سمو ولي العهد تحدث فيها، لا يجوز أن تستغل يعني إذا يعني الظروف الإنسانية وتقطع الماء والغذاء، يعني هذا يقوم به ربما يعني دولة أو كيان لا إنساني. وكذلك يعني تصريحات جلالة الملك كانت قوية وفي وصبت في ذات المحور، وبالتالي احنا الموقف الأردني سواء على المستويين الرسمي والشعبي كان واضحا، وكلمة واحدة وصوت واحد ويد واحدة وكتف واحد مع الأشقاء الفلسطينيين. فلذلك الجوانب الإنسانية هي الجوانب ربما العالم الآن انتفض بطريقة إيجابية، ويعني بالتأكيد الدبلوماسية الأردنية وقيادة جلالة الملك كان لها دور كبير. الكل الآن أصبح يتحدث عن ممرات إنسانية، هدنة إنسانية حتى لو كانت مؤقتة، ربما هذا على الصعيد الإنساني، تسليط الضوء على المخاطر وعلى الاختراقات الفاضحة والواضحة للقانون الدولي الإنساني، وبالتالي حتى على الصعيد مخاطبة العالم كان جلالة الملك بعيدا عن الجانب القانوني، هناك التزامات قانونية، التزامات أخلاقية وإنسانية، فيجب على الضمير الإنساني الحي أن يتحرك لإيقاف مثل هذه المجازر والوحشية. يعني دولة الكيان أو آلة الاحتلال، يعني نظرية نشاهد الصور الفيديوهات، الأرض المحروقة لم يتركوا شبرا إلا وقصفوه، واستهدفوا كذلك الأعيان المدنية، عندما تتحدث عن أماكن سكنية، مساجد، كنائس، مدارس، وهي مخابز مجرمة في اتفاقية جنيف يعني الرابعة، نعم، نعم، وفي كل الاتفاقيات وكل الشرع الدولي. وأضف إلى ذلك البعد الأخلاقي والإنساني، هذا لا يقل أهمية عن البعد القانوني بالتأكيد. الآن هذا التعنت الأمريكي يا دكتور، وفي دعم إسرائيل، أمريكا الآن في موقف محرج على فكرة، هي تدعم وبالمقابل هي هنالك تخبط حتى في الخطاب الأمريكي، يركزون على البعد الإنساني. الآن صار الخطاب الأمريكي إنه حماية المدنيين والمعونات الإنسانية وهذا البعد الإنساني، وبنفس الوقت هنالك تضارب في هذا الخطاب عندما تقول بأن لازلنا نحن الداعمون لإسرائيل. هل الآن إسرائيل في وضع فعلا، أو بايدن في وضع تخبط، إنه إسرائيل الآن في وضعتهم في مأزق وإحراج عالمي، على الأقل بايدن أمام قاعدته الانتخابية والشعبية؟ يعني هذا الأمر، أشكرك على هذا التساؤل، يعني في إطار تحليل عميق، ربما يعني نعود لنربط الأشياء ببعضها البعض. يعني دعم منقطع النظير لا محدود على الصعيد السياسي والعسكري، ودعم والبوارج الأمريكية، تحديث منظومة الدفاع الصاروخية وما يسمى القبة الحديدية، يعني دعم غريب عجيب، يعني بطريقة أو بأخرى يعني غير ما يصرحون به. على الجانب الإنساني الأمر أخف وطأة. لماذا أخف وطأة؟ لأنه أصبح الأمريكيين يتحدثون عن ضرورة إيجاد ممرات إنسانية، كل هذا الأمر يعني على الصعيد الإنساني موجود، لكن على الصعيد السياسي والأمني لا، داعمين على طول الخط. حتى الساسة الأمريكيين يعني تحدثوا، لا زالوا يعني يتحدثون عن عدم إيقاف الحرب، لأن هذا ليس حلا، لكن على الجانب الإنساني ربما نقدم شيء. هذا كله يعني وضع النموذج الديمقراطي الأمريكي وهم يتغنون به، الدولة ذات الضمير الحي، الدولة الحامية والراعية لحقوق الإنسان والحريات، وضعها على المحك يعني، ووضعها في حالة عدم يقين وأزمة ثقة بينها وبين ما تنظر به. فبالتالي هذه الدولة التي تسعى دائما لإحقاق السلام وتنظر بالحريات وحماية حقوق الإنسان، كيف تدعم آلة حرب تقوم بمثل هذا الجرائم؟ بالتأكيد هذا على صعيد. على الصعيد الآخر، الصعيد الأمريكي، كلنا نعرف دكتورة أنه دور الخبيث والدور السلبي للوب الصهيوني داخل أروقة السياسة الأمريكية. أكيد. هم داعمون دائما لمرشحون وسواء الرئاسة أو حتى الكونغرس، وحتى على المستوى الإعلامي، ونحن نتحدث الآن يعني معظم أو جل وسائل الإعلام مملوكة للوب الصهيوني أو لليهود، فلذلك هذا تأثيراته سلبية. أضيف إلى ذلك أن طوفان الأقصى جاءت في ظرف ربما أننا مقبلون على
انتخابات رئاسية أمريكية، وهذه لها حساباتها وتبعاتها. فبالتالي وجدنا أن المنتج النهائي هو خطاب أمريكي متخبط متردد ربما، ولكن يعني بكل واقعية داعم وساند ومساند كبير للكيان الصهيوني، ولكن يعني مسألة مكانته هيبته صورته تهشمت إلى حد كبير، لأنه دولة عظمى والقطب الأوحد دائما تتغنى وتنظر بقصة أو بموضوع الحريات وحقوق الإنسان طبعاً. كيف لها أن تدعم كل طبعاً. هذا الإجرام، فوضعت على المحك مصداقيتها وحياديتها بالتأكيد. دكتور عبد الحكيم، نتوقف عند هذا الفاصل ونستكمل مشاهدينا الحوار. حياكم الله مشاهدينا من جديد. دكتور، الآن أنت قلت فيما يتعلق بأمريكا الآن وموقفها المحرج، صورتها أمام العالم أجمع تلك الدولة التي حديث القطبية يعني وتمتلك موازين القوى، لكن يقابلها بذلك المعسكر الشرقي، موقف روسيا وموقف الصين وما إلى ذلك. هل تعتقد بأن طوفان الأقصى سيغير في شكل العلاقات الدولية في القادم القريب أو على البعد الاستراتيجي البعيد، وخاصة ظهور الآن قوى عظمى اقتصادية وموقف دبلوماسي أكثر يخاطب العالم بدبلوماسية، المعسكر الشرقي؟ يعني بالتأكيد الكل متفق دكتورة أنه هيكل النظام الدولي الآن أحادي القطبية، ومنذ سنوات يعني من بعيد الحرب الباردة. فبالتأكيد أن القطب الأمريكي هو المتحكم ب مفاصل المشهد الدولي ويتسيد ويتصدر يعني لقاء ما يمتلكه من كافة أدوات القوة الشاملة. في ظل التنافس المحموم يعني في ظل الأقطاب، هناك أقطاب أخرى على غرار روسيا الصين ومنها قوة اقتصادية، التنافس لن ينقطع ولن يتوقف. فهذه يمكن بعض الأزمات اللي بتحدث هنا وهناك في أرجاء المعمورة في كثير من الأقاليم هي فرصة لربما لزيادة التنافس واكتساب مناطق نفوذ. يعني يمكن الموقف الروسي والصيني في كثير من الأزمات الموجودة في المنطقة نجدها هنا بالضد من الولايات المتحدة الأمريكية. ترجمة ذلك دكتورة شفناه في مجلس الأمن الدولي، يعني عبارة ضد بالضد، فيتو ضد فيتو. فلذلك يعني تحاول روسيا ربما والصين كقوة عظمى أن تعتبر المنطقة استراتيجية، منطقة الشرق الأوسط وقضية مهمة ومركزية على مستوى العالم، أطول احتلال في التاريخ. فلذلك بالتأكيد تحاول أن تخلق أو تجد مراكز نفوذ من خلال إعادة أو بناء علاقات استراتيجية مع الأطراف العربية. نعم. لأن العلاقات الاستراتيجية القوية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية
والدول العربية. نعم. يعني تحاول إحداث اختراق ربما سواء الصين أو روسيا. اسمح لنا دكتور نأخذ اتصال هاتفي معي على الهواء الآن الدكتور بدر ماضي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك دكتور بدر. أهلا أهلا سيد. دكتور بدر كيف تقرأ بأن يعني اختيار أيضا أن يكون كمكان لاجتماع وزراء الخارجية العرب وبوجود أيضا وزير الخارجية الأمريكي بلينكين أن تكون هذه الدبلوماسية الأردنية تحتضن هذا الخطاب السياسي والدبلوماسي الثابت فيما يتعلق بثوابت الدولة الأردنية إزاء ما يجري في غزة وبذلك نتحدث عن خطاب دبلوماسي سيخرج بتصريحات صحفية ستخرج للعالم الدبلوماسية الأردنية في هذا الموقف كيف فرضت نفسها على هذا الإجماع تفضل يعني سيدتي عندما نتكلم عن الدبلوماسية الأردنية والموقف السياسي الأردني لابد من أخذ السياقات التاريخية لأهمية الدور الأردني في سياسة الشرق الأوسط والنظام الدولي بشكل عام. نعم. أما فيما يخص الأحداث الأخيرة الدبلوماسية الأردنية لم تبدأ في 7 أكتوبر ولكنها بدأت منذ خطاب جلالة الملك في الولايات المتحدة عندما حذر وبقوة أن مشكلة قطاع غزة معرض للانفجار بأي وقت وكان جلالة الملك قد قرأ ما يجري الآن مبكرا وقد حذر العالم من ذلك. نعم. بعد ذلك أتى 7 أكتوبر وبدأت الدبلوماسية الأردنية تبني الموقف الأردني الذي بالتالي صراحة ونقولها بوضوح أن الموقف الأردني قد سحب المواقف العربية إلى المربع الذي أراده الأردن. نعم. كما أن المواقف الدبلوماسية لجلالة الملك والخارجية الأردنية قد سحبت الموقف الدولي إلى المربع الذي يريده صانع القرار في الدولة الأردنية. نعم. بمعنى أنه إذا لم يكن هناك حلول حقيقية للمشكلة الفلسطينية ستبقى دوامة العنف في منطقة الشرق الأوسط قائمة ولن يكون هناك استقرار في المنطقة وبالتالي لن يكون هناك استقرار في البيئة الدولية العالمية. إذن الدبلوماسية الأردنية نهجت نهج تراكمي في العمل في هذه الأزمة. الدبلوماسية الأردنية كان تقييمها منذ البداية أنه على الولايات المتحدة الأمريكية الاستماع إلى النصائح من هو أدرى وأخبر في هذه المنطقة ولكن للأسف في البداية كانت الولايات المتحدة الأمريكية شريك أساسي غير قادر على الاستماع. الآن الولايات المتحدة الأمريكية أصبح هناك في موقفها بعض التحولات ليس مطلوبا أن تكون حليفا لنا وللقضية الفلسطينية كاملا في هذه الأيام ولكن على الأقل أن يكون موقفها أقرب إلى الاعتدال من أن يكون موقف منحازا بالكلية إلى إسرائيل. نعم. سنسمع اليوم خطابا وزيارة ونتائجا مختلفة تماما عن الزيارة الأولى لأنتوني بلينكين عندما قدم إلى المنطقة في بداية الحرب. اسمح لي أن أتوقف عند هذه النقطة وهي نقطة هامة جدا دكتور بدر. الآن زيارة بلينكين ليست كما هي في بداية طوفان الأقصى، الآن هنالك تغيرات خلال الأيام الماضية وخلال الأسابيع الماضية، الآن بلينكين يعني يحمل الجديد، لابد أنه يحمل الجديد. ماذا تتوقع من هذه الزيارة وماذا تتوقع من الخطاب الأمريكي؟ هل متوقع أن يكون هنالك خطاب يميل إلى الدبلوماسية والسياسية أكثر منها عسكريا؟ الموقف الأمريكي تحرك بسبب الضغوطات الداخلية أولا الأمريكية على المستوى الرسمي والمستوى الشعبي. نعم. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم الموقف الدولي وخاصة الشعبي الآن أنه ليس في صالح إسرائيل أو صالح الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية تعرف الموقف الشعبي العربي وأنه بالتالي ليس في صالح حتى الحكومات العربية المتحالفة مع الولايات المتحدة الأمريكية في كثير من القضايا. هناك كشف حقيقي لزيف الادعاءات بحقوق الإنسان واحترام حقوق الإنسان واحترام حق الناس في العيش يعني بكرامة. ما حدث في فلسطين قد عرى كل هذه المبادئ العامة التي تمت يعني تسويقها وتم تسويقها في خلال السنوات الأخيرة. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تأتي بروافع جديدة لم تعطيها نفس الاهتمام في بداية طوفان الأقصى. فلذلك الآن هناك مشروع، المشروع السياسي طرحته حماس في خطاب إسماعيل هنية قبل حوالي 4 أيام. المشروع السياسي ليس مرفوضا بالكلية من الفلسطينيين وخاصة حركة حماس. العالم العربي لديه مشروع سياسي والأردن يتبنى هذا المشروع السياسي
لن ينحاز العالم العربي كاملا إلى المشروع الإسرائيلي، ولكن ستضع الأردن والدول العربية وخاصة دولة قطر الشقيقة تتحدث باسم حماس، ستضع ماذا يريد العالم العربي، سيضعه على الطاولة الرئيسية، سيتم التفاوض بين الموقف المتطرف الإسرائيلي وبين الموقف العربي الذي يريد أن ينهي هذه الأزمة. إذن سيكون هناك حلول، سيكون هناك توصيات، قد تكون هذه الاجتماعات اجتماعات تحضيرية لما ستنتج عنه القمة القادمة في الرياض، أو أنه سيكون هناك اليوم أو غدا سيكون في هناك دعوة لفتح ممرات إنسانية ولمزيد من الدعم الإنساني ووقف للنار على الأقلية لو مؤقت، ولكن سيتم طرح مشروع سياسي يتعلق بقطاع غزة لن يرضي حماس، لن يرضي الفلسطينيين كما يريدون، ولكنه لن يرضي أيضا التغطرس الصهيوني بنفس اللغة. نعم دكتور بدر، الآن كيف تقرأ الخطاب الأمريكي؟ ألا ترى بأن هنالك تخبط في هذا الخطاب؟ يعني حتى زيارة بلينكين وهو ضيفنا في الأردن الآن هو يقول we have to do more للمدنيين، وفي نفس الوقت يقصد في المساعدات الإنسانية والبهد الإنساني، لكن في نفس الوقت أمريكا لا زالت على أرض الواقع عسكريا وأمنيا هي الداعمة والراعي الرسمي لإسرائيل. كيف تقرأ هذا التناقض في الخطاب الأمريكي؟ لن يتم وقف الدعم الأمريكي لإسرائيل لا في هذه الحرب ولا في المستقبل، ولم يكن ذلك في قديم الأزمة. الولايات المتحدة الأمريكية لها رعاية خاصة لإسرائيل، وستبقى هذه الرعاية ما دامت إسرائيل موجودة في المنطقة. هذه يجب أن تكون صراحة معلومة للجميع. لكن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي دولة تسيطر على النظام العالمي. الولايات المتحدة الأمريكية لديها مصالح، هي تتحدث بلغتين الآن، الجميع يعرف ما هي اللغة الداخلية وبين وفي الغرف المظلمة، والخطاب الإعلامي الذي هو موجه إلى إسرائيل وإلى الإعلام الصهيوني الداعم لإسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية تعلم أن هذه الحرب تستنزف من مصالحها القومية الأمريكية في المنطقة، هي تعلم أن الشعوب العربية لم تعد تثق بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، انحيازها السافر لإسرائيل لن يحقق لها ما تريد، وسيعمل على دفع كثير من الشعوب العربية والمسلمة والأصدقاء إلى أحضان سياسية منافسة للولايات المتحدة الأمريكية. إذن على أمريكا وبلينكين وبايدن والجميع إعادة رسم وإعادة إنتاج رواية جديدة للمنطقة غير الرواية المعتمدة كليا على الرواية الإسرائيلية. نعم أشكرك الدكتور بدر ماضي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية على هذا التحليل. نعود مشاهدينا للدكتور عبد الحكيم جرالي وهو أستاذ العلوم السياسية أيضا والعلاقات الدولية. دكتور الآن يعني هنالك أبعاد هامة جدا لما تقوم به الأردن، والأردن لديه ثوابت، هذه الثوابت اتجاه القضية الفلسطينية، تحمل الأردن كثير من تبعياتها في المنطقة، ولا أحد يستطيع أن يعني نحن لسنا في موقف دفاع عن أنفسنا، مواقفنا واضحة والتاريخ يشهد لنا، والثوابت لدينا هي خط أحمر اتجاه القضية الفلسطينية. الآن سيدي الكريم، هل سيكون هنالك توابع لموقف الأردن؟ يعني كم يتحمل الأردن من هذه الثوابت اتجاه، على سبيل المثال الأردن استدعى السفير الأردني في دولة الاحتلال، هذا الموقف ليس سهل، والموقف له تبعياته، والموقف الأردن سيتحمل هذه التبعيات، لكن الأردن أمام خطوات ثابتة وواضحة وصريحة أمام العالم. يعني دكتور الموقف الأردني يعني ربما هذا مسلم، يعني هو موقف ثابت وراسخ لا يقبل لا المساومة ولا المزاودة عليه، يعني واضح للجميع وعلى الملأ يعني، والشواهد التاريخية والدفاع المستميت من قبل الأردن ودفاعه عن حقية القضية الفلسطينية يعني لكل قاص وداني يعني معروف لدى الجميع، والجهود الدبلوماسية الأردنية والجهود الإنسانية والدعم اللامحدود للأشقاء الفلسطينيين بالتأكيد يعني. لا بس لكن ربما يجب التنويه أن الأردن يعني بلد يعاني تحديات جمة يعني على كل الصعود، وخاصة على الصعود الاقتصادي
ربما كذلك الأحداث التي حدثت في المنطقة وكان كما يقولون ضمن طوق نار، فلذلك يعني تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، تحديات كبيرة، يعني أزمات اللجوء التي استقبلها الأردن. الأردن تحمل يعني دائما يتفوق على ذاته وعلى نفسه، لقاء مواقفه العربية والقومية يتحمل الكثير، والكثير من التداعيات السلبية ألقت بظلالها على الأردن وعلى كافة القطاعات الحياتية في الأردن، ولكن لم يتلكأ ولم يتوانى يوما، وأصبح وظل مستمرا وسيبقى في إطار دعم وإسناد الأشقاء الفلسطينيين، خصوصا القضية الفلسطينية. صحيح أن ما تحدثت به حتى يعني التصعيد السياسي والدبلوماسي ليس هينا يعني في طبعا. إطار ربما العلاقات الدولية بشكل عام، هذه دائما تصل إلى مرحلة الطريق المسدود، وربما بدايات التوتر في العلاقة ما بين الدول أتحدثنا بشكل عام. فلذلك التبعات والارتدادات دائما على الأردن كبيرة، لكن يمكن بكل موضوعية ودقة. يعني الأردن يقدم كل شيء، يقدم الغالي والنفيس، ولكن يجب أن لا نحمل أن نكون موضوعيين. الأردن أكبر من طاقاته، ولذلك يعني ما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك يعني يشهد له الجميع، وأولهم الأشقاء الفلسطينيين، وتحمل كما تحدثنا الكثير من التبعات والتداعيات السلبية والخطيرة على أمنه الوطني وعلى اقتصاده وعلى كل صعد الحياة في الأردن. نعم دكتور، الآن لقاء جلالة الملك اليوم مع عدد من وزراء الخارجية العرب وهم ضيوف حلوا علينا، أكد خلال لقائه اليوم على ما بين قوسين أهمية التنسيق العربي الموحد. ماذا يريد جلالة الملك؟ يعني أنا أقول بأن الأردن يعني كان المبادر وحمل الكثير من هذا الموضوع من خلال بداية طوفان الأقصى إلى الآن. أنا لا أريد أن أعود تاريخيا لأن التاريخ يشهد لنا، لكن عندما يقول اليوم جلالة الملك في اجتماعه مع وزراء الخارجية العرب، عندما يقول أنادي بالتنسيق العربي الموحد، كم نحن بحاجة إليه؟ ما هو الذي يريده جلالة الملك من هذا الموضوع؟ يعني كما تحدثنا دائما جلالة الملك رؤيته استشرافية، في ظل يعني تقييمه لهذا الحدث ولهذه على نعم. كافة الصعد السياسية والدبلوماسية، يريد أن يكون هناك تضافر جهود وتوافق وتنسيق عالي المستوى ومشترك، ليكون الصوت مدويا ويكون الموقف كبيرا. لذلك جلالة الملك عند أن يكون العرب كلمة واحدة، صوت واحد، يد واحدة في وجه هذا الاعتداء الغاشم، فبالتالي الأثر الراجع أكبر يكون باتجاه إرسال أو إيصال الرسالة إلى العالم الغربي طبعاً. إلى الدول العظمى، فبالتالي نتاجاته الإيجابية علينا وعلى القضية، قضيتنا المركزية كبير. لذلك يعني دائما يد واحدة لا تصفق، الصوت الواحد، ولكن الدور المحوري والجوهري الذي يقوم به الأردن هو دور القيادة، هو يقود هذا المشهد ويقود هذا الحراك، بالتالي في إطار مؤسسي هو يمأسس لهذا الأمر، وبالتالي نتاجاته المستقبلية التي نتمناها في إطار إيقاف فوري للعدوان الإسرائيلي هذا أمر مهم. فلذلك دائما الصوت القوي، التجمع، التنسيق المشترك ما بين الأشقاء العرب، هذا ما يريد منه جلالة الملك أن يكون قويا ويحقق ما نأمل به. نعم سيدي الكريم، الآن أيضا من بين تصريحات، ونحن نريد أن نقرأ هذه الرسائل لأنه رسائل هامة جدا للعالم أجمع، وهي تنير الطريق. يعني عندما يقول جلالة الملك شيء عم نشوفه على أرض الواقع، كله عم بجري وكله عم بتحقق، لكن وكأنه ينير الطريق للعالم أجمع أين أنتم ذاهبون. اليوم اجتماعه مع ولقاء جلالة الملك مع وزراء الخارجية العرب، قال إذا ما استمرت إسرائيل بهذا النهج الدموي فإن ذلك سيؤدي إلى انفجار الأوضاع في المنطقة. انفجار الأوضاع في المنطقة تحتها خطين، ما هي المخاوف التي يريد أن يوصلها جلالة الملك للعالم في المنطقة؟ ماذا سيحدث؟ هل سيؤدي ذلك على خطر على منطقة الشرق الأوسط؟ ألا تخشى أمريكا من مصالحها في منطقة الشرق الأوسط؟ وأنت تعلم كم لها مصالح لدينا. ماذا يريد جلالة الملك من بين انفجار الأوضاع في المنطقة؟ يعني دائما جلالة الملك يقرأ جيدا ويصف المشهد بدقة وبعمق وباستشراف، فلذلك مسألة التحذير الدائم أن دوامة العنف ستتسع، هذه قبل بدء طوفان الأقصى، هذا الأمر أن العنف لا يولد عنف، يعني هذه المسلمات أو هذا الرؤية الثاقبة الحكيمة التي تحدث بها جلالة الملك
العنف لا يجلب إلا العنف. العنف ربما يساهم في اتساع رقعة الصراع وبالتالي تعقيد المشهد، بالتالي ارتداداته أولا على أمن المنطقة والإقليم وهنا الشرق الأوسط وعلى الأمن والسلم الدوليين. دائما جلالة الملك كان يحذر العالم والمجتمع الدولي أن عدم إيجاد حل نهائي وشامل وعادل بذات الوقت للقضية الفلسطينية هو سبب في الكثير من أعمال العنف التي نشاهدها الآن. يعني حتى الحركات الإرهابية المتطرفة كانت تضع من عدم إيجاد حل القضية شماعة للقيام، يعني وطرح وتبني أفكارهم ونشرها في الكثير من الدول العربية والقيام بأعمالهم الشيطانية والتخريبية. فلذلك بالتأكيد جلالة الملك يعني يريد يعني دائما بنظرة الاستشرافية أن نجد حل نهائي. حتى في خطاب القاهرة أعود أؤكد عليها، لم يقف عند وقف العدوان، هو صيد تارجت آني ولكن هو يذهب إلى ما أبعد من ذلك. فلذلك دائما جلالة الملك يتقدم خطوات على الكثير في وجهة نظره ورؤاه الحكيمة، ليس فقط على القضية الفلسطينية دكتور، يمكن في كثير من الأزمات الموجودة في المنطقة وحتى على المستوى الدولي دائما رؤيته كانت تثبت يوم بعد يوم أنها الأدق والأكثر واقعية والتي تحمل حلولا جذرية لأي نزاع. فدائما وجهة نظر جلالة الملك رؤيته محترمة وذات مصداقية وثقة لدى كل الأوساط الإقليمية والدولية. سيدي الكريم، أيضا لقاء لجلالة الملك اليوم مع وزراء الخارجية العرب في كل لقاء في محافل دولية في محافل إقليمية، حتى اليوم لقاء مع وزراء الخارجية العرب أكد على حقوق الشعب الفلسطيني وبأن لهم دولتهم وحقوقهم أن تكون هذه الدولة على ترى فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 67. هذا المطلب ليس سهل على إسرائيل، هذا ثقل وهذا ضغط على القرار الأمريكي وضغط على إسرائيل. كم هذا فعلا هذا المطلب هو مطلب حق بأن يكون هنالك للفلسطينيين دولتهم وبأن تحترم سيادة الدولة الفلسطينية، لأن جلالة الملك أكد أيضا دعمه للسلطة الفلسطينية. يعني هذا هو مطلب الدبلوماسية الأردنية الدائم الذي لم ينقطع وسيبقى مستمرا، إقامة دولة فلسطينية على تراب الوطن الفلسطيني والعودة إلى الرابع حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. فلذلك هذا وفق حل الدولتين، هذا المطلب. وهذا ربما السياسة الخارجية الأمريكية تبنته كراعي في فترة من الفترات ولا زالت يعني تتحدث عنه في كثير. جلالة الملك يعني برؤية مبصرة كان يعيد التأكيد عليه أنه لابد ويجد أنه السبيل الوحيد. ولذلك فعلا من خضم التجارب الموجودة أنه يعني لم نصل إلى حل سياسي ووفق سياسي، فلذلك إعادة إحياء عملية السلام والعودة لطاولة المفاوضات هو من الأمور المهمة، وهو القادر على إطفاء شرارات هذا الصراع الأزلي والتاريخ وأطول احتلال في التاريخ. فلذلك يعني لم تأتي من فراغ يمكن حديث جلالة الملك. أكيد إسرائيل يعني تاريخيا تضرب عرض حاد دكتورة كل قرارات الشرعية الدولية 2-4-2-3-3-8 حتى قرار التقسيم ما قبل ذلك، يعني ولم تلتزم بأي قرار ولا تريد هذا الأمر، يمكن بعد اتفاقيات أوسلو يعني إلى حد ما، ولكن وكأنها يعني ربما تندمت ربما تحاول التراجع، لا تعطي حقوق الفلسطينيين. دائما الدبلوماسية الأردنية تركز على أهمية إعادة الحقوق إلى الفلسطينيين، حقوقهم المشروعة وهي المرتبطة بإقامة دولتهم المستقلة، غير ذلك لن يتم حل، وبالتالي ستبقى المنطقة في دوامة عنف وستطال شرارات كل الأطراف طبعا. حتى على يعني أطراف النزاع يعني الكيان الصهيوني الأشقاء الفلسطينيين، ليس فقط حتى الراعي أو الداعم الأمريكي لديه مصالح كما تحدثت دكتورة استراتيجية يعني ربما تتأثر، وفي بعض في الدول العربية تتعرض الآن يعني استهداف هذا الأمر، أو ربما جدلية التخبط الأمريكي والموقف الصارخ والظالم بجانب الظلم الإسرائيلي أكيد 100% سيعيد بعض العلاقات الاستراتيجية أو النظر في العلاقات الاستراتيجية مع بعض من قبل قوى المنطقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وستخسر كثيرا. حتى مبدأ أو مقولة نكره أمريكا عادت إلى المشهد الآن. نعم. يعني شعبيا ورسميا من يعني يقبل هذا الإجرام وهذا الشطط وهذا الجنون ويدعمه بكل ما أوتي من قوة بالتأكيد سيتعرض إلى مصالحه إلى الكثير من المخاطر، وحتى علاقاته ستهتز وربما يعني يشوبها بعض التوتر مع بعض الأطراف العربية والأطراف في المنطقة.
حتى دكتور عبد الحكيم بأنه القناع قد سقط عن تلك الدول الأوروبية وأمريكا، ذلك القناع الذي كان يوهم العالم بأنها الدول الليبرالية التي تحترم حقوق الآخر وحقوق الإنسان وحقوق الطفل وما إلى ذلك من أمور، وهي التي صنعتها يعني الآن هي تخترقها بأبشع صورها أمام العالم أجمع. وهنا سأتي إلى محور هام جدا، الثقل الإعلامي العربي والصوت الإعلامي العربي أمام التضليل الغربي والأمريكي في سرد الرواية المزورة، يعني هم شوهوا الحقيقة يعني، ولكن هذا القناع الآن ليس كما بداية طوفان الأقصى، هذا القناع من الرواية الإعلامية قد سقط. كم تعتقد بأنه، وأنا سأتي للإعلام الأردني، كم استطاع أن يقدم الصورة يعني بقوة وبمهنية وبحق وحقيقة أمام هذه الرواية الأوروبية والغربية؟ سيد الكريم، لا أحد يقول بأنه إحنا الغرب بعيد وما حد بشاهدنا، على فكرة الكل بشاهد، ويهمهم ماذا يقول الخطاب الإعلامي العربي، بيحبوا يسمعوه، بهمهم يسمعوه على مستوى القيادات وعلى مستوى الشعوب الأوروبية. يعني كم استطاع أن يفرض نفسه بمهنية وبصدق؟ يعني دكتور، يجب أن نتفق أولا دائما في أي نزاع أو في حرب، بجانب الآلة العسكرية هنالك ماكنة إعلامية تقوم بأدوار الحرب الإعلامية والحرب النفسية ثانية. فلذلك أهمية الإعلام يعني هو سلاح فتاك ربما يصفوه البعض. يعني نعود إلى نقطة البداية بعد طوفان الأقصى لنستشف ونلتقط أهمية الإعلام. الرواية الإسرائيلية المفبركة والمضللة كيف التقطها العالم الغربي وآمن بها؟ فلذلك جاء يعني دور الدبلوماسي العربي والدبلوماسي الأردني للأمانة، وبكل موضوع عجلة الملكان له دور كبير في تبيان وإبصار العالم والمجتمع الدولي أن ما يحدث وأن الإسرائيليين هم طرف مظلوم هذا أمر غير حقيقي، وربما فيديوهات مفبركة، قطع رؤوس الأطفال إلى آخره. فلذلك الإعلام العربي أكيد كل طرف يحاول أن يعني يلتقط ويتابع ويرصد ما يقوله الإعلام الآخر. فلذلك كما تحدث الإعلام العربي مكان محل رصد وربما تدقيق حتى من الإعلام الكيان أو من الإعلام الغربي. فبعث الإعلام للأمانة العربي برسائل كبيرة، وعلى وجه الخصوص الإعلام مشكورين، ونحن في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون يعني قاموا بدور كبير، سلطوا الضوء على مكامن الخلل، على مكامن الإجرام. ربما بعض التقارير وثقت الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، فلذلك الحرب الإعلامية لم تكن أقل أهمية من الحرب العسكرية أو الميدانية أو العملياتية. فلذلك وجدنا أن هنالك تغيير كبير. في البداية كان إيمان مطلق وكامل بالرواية الإسرائيلية، ثم بعد ذلك بعد بيان كل هذه الأمور، وهذا دور كبير سواء على الصعيد الدبلوماسي أو على الصعيد الإعلامي في بيان حقيقة الأمور. نعم. طيب اسمح لي أن ننتقل باتصال هاتفي إلى القاهرة، ومعي نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية الدكتور أسامة زايد من القاهرة. مساء الخير دكتور أسامة. مساء النور يا فندم وعلى السادة المشاهدين. تحياتنا لكم ولمصر الشقيقة التي كانت بمواقفها في طوفان الأقصى هي الموقف المساند أيضا، والذي يقف بجانب القرار الأردني والموقف أيضا الأردني، فتحياتنا لكم ولمصر الشقيقة. شكرا لك دكتور أسامة. الآن يعني كيف تقرأ لقاء وزراء الخارجية العرب وبوجود وزير الخارجية الأمريكي في عمان؟ هذا ماذا يعني للغرب وماذا يعني لأمريكا عندما يلتقي وزراء خارجية عرب وعندما يكون وزير الخارجية الأمريكي موجود في الأردن؟ ما هو المرتقب والمنتظر من هذا اللقاء؟ تفضل. هو هذا اللقاء وهذا الاجتماع له رمزية وله دلالة كبيرة بأن الموقف العربي هو موقف موحد متلاصق مع ما يجري على الأرض الفلسطينية. ففي السابق يوم 11 أكتوبر الماضي اجتمع وزراء الخارجية العرب في بيت العرب في الجامعة العربية، واتخذوا عدة قرارات وأكدوا على ضرورة توحيد الموقف العربي. وبالفعل رأينا ذلك عندما قادت المملكة الأردنية الهاشمية المجموعة العربية في مجلس الأمن أمام الجمعية العربية أو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالفعل كان انتصارا للدبلوماسية العربية حينما تم التصويت من 120
دولة من أجل الصالح، من أجل إنهاء هذه الحرب، لأن إسرائيل تتخذ يعني تستخدم المجنزرات وتستخدم الآلة الحربية من أجل يعني تركيع غزة، وغزة لا تركع إلا لله. كما أن وزير الخارجية قبل أن يأتي يعني إلى وزير الخارجية الأمريكي قبل أن يأتي إلى الأردن كان له لقاء مع نتنياهو ورئيس الجمهورية أو رئيس دولة الكيان الصهيوني وعدد من المسؤولين الإسرائيليين، ولكن يعني كان هناك تعنت وهناك صلف من السيد نتنياهو الذي رفض حتى الآن إمداد قطاع غزة بالوقود. وأثناء المباحثات كانت للأسف الشديد تضرب القوافل الطبية وتضرب يعني الأطقم الطبية ومستشفى الشفاء وجمعية الهلال الأحمر وعربيات نقل الجرحى إلى الأراضي المصرية. كما أن الموقف الأردني موقف صلب من هذه القضية ومساند للحق الفلسطيني. رأينا الملك عبد الله في لقائه قبل الاجتماع مع وزير الخارجية، اجتمع مع وزراء الخارجية العرب المجتمعين بعمان لتوحيد الصف، لتوحيد الجهود من أجل إنهاء هذا الاحتلال الغاشم. كما أن هناك تصعيد لدى إدارة المملكة الأردنية الهاشمية عندما تم استدعاء السفير، بالإضافة إلى على المستوى الشعبي نرى أن المملكة الأردنية الهاشمية والجماهير التي طوقت السفارة الإسرائيلية في عمان وطلبت بطرد السفير، وبالفعل تم يعني استدعاء السفير من أجل وقف نزيف هذا الدم. وما زال الموقف العربي متوحد، لأن مصر والأردن لهم مواقف ثابتة طيلة سنوات الصراع العربي الإسرائيلي، ويرفضون تصفية القضية الفلسطينية على حساب يعني دولة مصر ودولة الأردن. وما زال في جعبة المجموعة العربية ووزراء الخارجية العرب العديد من كروت الضغط من أجل نزيف شلال الدم داخل قطاع غزة. أتوقف هنا دكتور أسامة إذا سمحت لي، أتوقف عند نقطة أن لا زال لدينا الكثير من أوراق الضغط. يعني جلالة الملك اليوم عندما التقى وزراء الخارجية العرب طالب بأن وقال هذا خط أحمر ومرفوض بتاتا بالنسبة للأردن فيما يتعلق بفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. ماذا هذه الرسالة، ماذا تقرأ في طياتها وأبعاد هذا الطلب وهذا الخطاب؟ جلالة الملك عبد الله يعني تحدث بصدق وموضوعية وبدون مواربة وبدون حالة ضبابية، تحدث بحال لسان كافة الأمة العربية والإسلامية من بعدم فصل قطاع غزة وعدم التسوية في القضية الفلسطينية إلا أن تكون تسوية عادلة قائمة على حل الدولتين. ونحن نرفض أن تقع غزة تحت الوصاية الدولية أو تحت الوصاية الأممية أو تحت يعني أي من يريد أن يحكمها من قوات الاحتلال. وأنا أعلم أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السيناريو ترفض أن تتدخل مرة أخرى للحكم في قطاع غزة، وتريد يعني أن تأتي بالمجتمع الدولي ليفرض أو ليفرض الحكم على غزة. كما أن جلالة الملك رأينا له مواقف صائبة في قمة السلام التي عقدت بالقاهرة في العاصمة الإدارية، وتحدث بلغة واضحة بأنه يرفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أن جلالة الملك بالفعل يحمل على عاتقه هذه القضية من أجل نصرة الشعب الفلسطيني ومن أجل يعني وحل هذه القضية، لأن النتائج السابقة هي يعني عدم أو الحلول المنقوصة للقضية الفلسطينية منذ مؤتمر مدريد عن 1991 واتفاقية أوسلو 1993 وكان بديه في سنة 2000 و2006 أنا بوريس في الولايات المتحدة الأمريكية، لو كانت هناك حلولا واقعية وحلولا حقيقية غير منقوصة ما كنا وصلنا إلى هذا المصير الذي راح ضيحيته
أكثر من 9000 شهيد وأكثر من 24000 يعني مصاب حتى الآن، غالبيتهم من الأطفال والنساء. حتى أنها يعني اليوم قرأت تصريحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال أن يعني حالة من الفزع والرعب عندما يرى أشلاء وضحايا هؤلاء الأبرياء الذين يواجهون بصدورهم العارية يعني آلة الاحتلال الغاشمة التي أهلكت كل شيء في القطاع، التي قامت بطمس يعني المستشفيات وطمس المدارس والبيوت حتى مخابز العيش، ولم تسلم الحيوانات ولا يعني الحيوانات ولا الشجر ولا الزرع ولا حتى قبور الموتى من هذه المجنزرة وهذه القوة الغاشمة. ومن متابعتي نرى بالفعل وزارة الدفاع الإسرائيلية قامت يعني بتزويد الوزارة بإدارة المشتريات فيها يعني بمقدار أكثر من 6 مليار شيكل من أجل يعني زيادة الأسلحة، من أجل زيادة الطائرات، من أجل زيادة المؤن، السيارات المصفحة، سيارات الأسعاف العسكرية، وذلك لأنها لا تريد سلاما، لا تريد حلا. فعلى السيد وزير الخارجية بلينكين أن يكون لديه رؤية واضحة، لأن العرب يرفضون يعني ألا يأتي بجديد وألا تكون يعني وجوده في عمان فرصة لزيادة أو المزيد من الضرب والمزيد من هدم غزة على رأس ساكنيها. عليه أن يدرك جيدا أن العرب عندما يتحركون يعني سوف تكون لهم فاعلية داخل المجتمع الدولي وداخل المجتمع الإقليمي، وأننا نريد سلاما يعني حتى لو استندنا إلى العقيدة الإسلامية الآية القرآنية في سورة الأنفال، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فإننا نريد سلاما لكي تعيش البشرية كلها في سلام وأمان. هذه رسالة الأمة المحمدية والإسلامية في كافة بقاع هذه الأرض. دكتور أسامة، يعني وهذا السلام الذي نريده هو سلام مشروط، وهي الثوابت التي يريدها جلالة الملك عبد الله الثاني للشعب الفلسطيني بحقهم في أن يكون لديهم دولة، وأن لا تنتقص أي حق من حقوق الشعب الفلسطيني. دكتور أسامة زايد، نائب رئيس تحرير صحيفة الجمهورية من القاهرة، كل الشكر لهذه المداخلة. نعود مرة أخرى للدكتور عبد الحكيم جرالي، وهو أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية. دكتور، الآن هذا التعنت والأفعال الانتقامية الإسرائيلية، ماذا يريد نتنياهو؟ يعني على المستوى الشخصي لابد أن له أهداف، وأنت تعلم أنه أمام محاكمة إذا ما خلص، والآن على المستوى السياسي والعسكري ما الذي يريده؟ إلى أين يريد أن يصل؟ يعني ما ضل شيء ما انتهك في حقوق الحقوق الدولية والمواثيق الدولية والقانون الدولي وكل المواثيق الدولية. يعني في الحقيقة دكتورة، كل ما يجري على الأرض يعني من جنون وشطط وكل هذا وكل جرائم الحرب وجرائم الإبادة بالتأكيد لها أكثر من بعد وأكثر من مغذي. يمكن الحالة السياسية والأزمة السياسية التي يعاني منها نتنياهو واليمين المتطرف الذي يقوده، ربما كانت سابقة على بدء طوفان الأقصى، هذا يعني ربما بعد مرتبط في هذا الأمر. ونحن نعرف الآن يعني ترشح أنباء عن خلافات عاصفة داخل الحكومة أو حتى في العلاقة بين الحكومة والجيش، هذا مبرر. مبرر آخر ربما مرتبط في حالة الهيبة التي انكسرت بعد طوفان الأقصى، ربما نظرية الجيش الذي لا يقهر طبعاً. يعني كل هذا الأمر يعني اهتزت صورة هذا الجيش القوي الذي يعني يعتبر يقولون أنه من أقوى الجيوش في المنطقة، اهتزت بطريقة كبيرة، وبالتالي كانت ردة الفعل قوية. يعني اللقاء ما حدث، يعني المتابع ربما والمتعمق أو المتفحص لكل هذا الإجرام وكل هذه ردات الأفعال يعني يربطها بحالة ما تعرض له الكيان أو آلة الاحتلال أو الآلة العسكرية الإسرائيلية من قبل ما حدث في 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 طوفان الأقصى، وبالتالي اهتزت صورة هذا الجيش القوي لذلك، ويحاول تبرير فشله السياسي. نحن نعرف يعني هي يمكن لجانبين في سياق التحليل المنطقي، ربما أطالت عمره من جهة، وربما
يعني في إطار آخر محاولة منه لتجاوز هذه الأزمة السياسية التي يعيشها، قام بهذا القصف والإجرام والعنف تبريرا لفشله السياسي وفشل آلة الحرب الإسرائيلية. هم الخاسرون دكتور في كل المحاور، يعني حتى هنالك بعض من البنوك الإسرائيلية الآن تم الإعلان بأنها في تراجع تام، والاقتصاد الإسرائيلي الآن في حالة من الانحطاط عداك عن النواحي الأخرى السياسية والأمنية. أنا بدي أشكر حضورك الدكتور عبد الحكيم قرالي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لهذا التحليل.